والعباس ابو فاضل ورا الزياره بس ننجح الناس لا تصدق عليكم. اخوان احنا اليوم تفاجئنا بقرار من مجلس القضاء الاعلى بجبر رائد المجرم عمر نزار جراء جريمته بمجزرة جسر الزيتون. حقيقة الموضوع جدا صادم بالنسبة لنا كأهالي الناصرية كثوار تشرين بصورة عامة. القرار صدر بوقت الزيارة الأربعينية وكل الناس تعرف أنه كل الشباب مشغولين بأداء مراسم الزيارة الأربعينية. إحنا نأكد أنه إحنا مستمرين على هذا القضية والحد مطالبتنا بدماء الشهداء الأبرياء، وراح يكون لنا موقف يختلف عن جميع المواقف اللي سبقت. راح يكون موقفنا بعد الأربعينية وراح يكون لنا إغلاق تام لكل مناطق الناصرية مداخلها ومخارجها وكل الأقطار والنواحي. احنا تفاجأنا بهذا القرار انه استثنى عدد كبير من الشهود واعتمد فقط على شهادات اثنين من الدعاوي واستبعد هواي من الدعاوي اللي على ظهر حكم عمر نزار بالمؤبد. وحاليا عمر نزار اللي قتل شبابنا بدم بارد على جسر الزيتون حاليا عرض طليق.